الباتيناج يا ستي، ده مش اي حد بيركبه. بابا انا عايز ارجع على عايز اقف على رجلي تاني واشوف الباتيناج زيه. يا قلبي يا بنتي، والله انا هعمل مستحيل عشان اعمل لك العمليه وتوقفي على رجلك تاني. ايه صدعتني، كفايه كلام على الشغل بقى. معلش يا دكتور مصطفى، انا عارف انها تعبتك والله، بس في حاله واحده ناقصه والله. حالتي بنت اسمها فيروز عندها تاكل في الانكل، محتاجه عمليه في اسرع وقت. تمام، قول له 200,000. دكتور مصطفى، هو ده اللي انا كنت جاي اكلمك عليه. اهلها ناس على قد حالهم ومش معاهم انهم يعملوا العمليه. وبيعملها على نفقه الدوله دي ولا فاتحها سبيل انا؟ روح شوف شغلك يا بيه. دكتور ايهاب. بلاش دكتور بقى، قول لي ايهاب بس. طب والنبي طمني، الدكتور قال لك ايه؟ بصراحه انا فهمت كل حاجه وهو مصمم على 200,000 جنيه. معلش تعبه برضه. الحمد لله، راضي بقضائك يا رب. 24 ساعة ماسكة التليفون وعيني كانت توجعي. يا بابا انا بتعلم حاجات من على النت. بتعلم حاجات من على النت؟ بتاكلي بقى علي حلاوة ولا ايه؟ يلا اطلعي غيري هدومك عشان نروح نتغدى مع بعض. بابا وجعاني يا قلبي يا بنتي. بابا يا وزير، عملت ايه مع بنتك في حوار العملية ده؟ الدكتور عايز 200,000 جنيه يا وزير ومش عارف اعمل ايه. طب انا عندي حل. ايه هو؟ وتصور انت وبنتك فيديو كده وتحكي للناس. معقول يا وزير حد ممكن يدفع لي 200,000 جنيه؟ يا عم تبقاش يائس، بس انت نزل واحكي المشكلة وولاد الحال كتير برضو يا بحر. تعالى تعالى انا صورك فيديو تحكي مشكلتك. يا بنتي ركزي في الشارع هتقعي. يا بابا البنت دي صعبان عليا قوي. ايه ده؟ مش معايا ادفع المبلغ ده، فلو حد يقدر يساعد. بنتي دي جت العيادة قبل كده. اه يا عم الفيديو جاب 2 مليون اهو. يا عم 2 مليون ايه؟ ولا حد عبرني. يا عم اتقى ربنا يكرمنا دلوقتي. شكلها كانت فكرة غلط يا صاحبي. لا يا بحر مش فكرة غلط. دكتور مصطفى، معقول جيت لحد هنا بنفسك؟ طبعا لازم لما اشوف القمر دي اجي لك على طول. انا كنت اعمل بصر يا بحر، بس من ساعه ما شفت الفيديو بتاعك ما ترددتش ثانيه واحده وجيت لك على طول. ويا عم انا اللي هساعدك، فلوس العمليه عندنا. انت بتتكلم بجد يا دكتور؟ يوم الثلاث باذن الله بنتك هتتنطط لك في الجنينه دي كلها. يعني انا هشوف بنتي ماشيه على رجليها تاني؟ طبعا بفضل ربنا ان شاء الله. ربنا يخليك ليا يا دكتور.